يجي واحد بقى يسأل ويقول لي طيب هو ربنا خلقنا، أمال مين يا ترى يا هل ترى اللي خلق ربنا؟ ليه؟ لأنه خارج الزمان. ده لو كان في حد خلقه كان يبقى في زمان، يبقى في حد قبليه وبعدين خلقه، بس خلاص أدام في تغير يبقى في زمان. حتى لو كان الزمان ده مليارات السنين، لما أنا بقول إنه خارج الزمان يبقى ما أقدرش أقول مين اللي خلق. ليه؟ لأنه مفيش حد خلقه، ما هو كده هنا على طول. على طول. على طول إزاي؟ على طول لأنه مفيش زمان، مفيش حد بيعد، محدش بيقول له أنت عمرك يا رب دلوقتي مليون سنة، بقينا 2 مليون، بقينا 3 مليون، بقينا، محدش بيعد لأنه مفيش، لأنه هو بره الزمان. أبحبك يا واد أنت، بحبكم كلكم، بس الواد ده فهمها اهو. فإذا هنشوف دلوقتي ونتفاعل معاكم، أنا عايز أشوف اللي في مخكم إيه من الأسئلة ونجاوب عليها بالتصور اللي احنا عملناه ده، إن في دايرة وإن ربنا في الخارج وإن الدايرة دي فيها الزمان والمكان والأشخاص والأحوال. يلا بينا نعمل كده.